اختلاف في العقليه ما بين عقليه اللاعب الاوروبي واللاعب العربي. اللاعب الاوروبي بعد اي مباراه او قبل اي مباراه بيحاولوا ان هم يشيلوا الضغوط باي شكل من الاشكال، لكن مارسيلو الظهير الايسر لنادي ريال مدريد واحد من امتع اللعيبه اللي بنستمتع بيها داخل الملعب، وبالتالي يعني خطف في الانظار بمهاراته المعتاده اللي دايما بيمتعنا بيها سواء هو او حتى ابنه لما بيبقى موجود مع ناشئين ريال مدريد او معاه في غرف خلع الملابس. لكن مارسيلو كان لوحده بيعمل المهارات او بيؤدي المهارات اللي ما فيش حد في العالم اكيد بيعرف يؤديها غير اللعيبه البرازيليه. هنشوف مارسيلو ونرجع نكمل مع حضراتكم. انا عارف ان بعد الحلقه كتير منكم هيعملوا لي بوست او يعملوا لي منشن في فيديوهات ان هم بيعرفوا ينطقوا بكره التنس، لكن ده مارسيلو نجم كبير طبعا، فبالتالي بيلعب حداشرات بيلعب خماسي وبيعرف يعمل كل حاجه، لكن ده ما يمنعش ان عندنا لعيبه في مصر كتير جدا بيعرفوا يلعبوا كره الشراب بيعرفوا ينطقوا كره التنس وعندهم مهارات كتيره جدا، لكن انا عارف ومعترف ان هم مش واخدين حقهم، لكن الكره القدم في الاول وفي الاخر هي حظ ورزق ودي حاجه بتاعت ربنا.